بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم. نشوف إيش صار بالمحادثات، إيش صار بالقبيلة. صراحة يعني بنشوف الحرب، بنشوف مباريات الحرب، بنشوف يعني شيء غثيث غثيث غثيث. الحرب مرة 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 لا تطاق، لا تطاق الحروب اصلا، يعني من البلاء يعني بالحياة، لكن باللعبة ذي الحروب تعذيب، الحروب تعذيب 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 من جد. شيء قهر، شيء مقسم بالله انها طفح، والله والله طفح، والله طفح فقع مرارة من جد. وبنشوف السواليف مع محمد مو جيمينج ان كذا ضحك، بس نتركها عشان ذكريات السواليف معلومات نشوفها كذا على عجالة على السريع، وبعدين ننتقل نشوف مباريات الحرب بإذن الله تعالى. طبعا سواليف كذا وقت السهر، السهرانين مشتهين شاورما عاد. هاي الشاورما والله من زمان مشكلة، حتى المطاعم اللي جنبنا يعني مستواها بتدهور. يلا الله يعين، بسم الله نشوف هذه المباراة كيف كانت. شوفوا قسم بالله كمية قهر، كمية قهر، كمية قهر غير طبيعي. لعب من غنان، لعب هذا، أنا قلت يمكن تسلا. بدأت مباراة ولا أروع، ولا أروع، ولا أروع. طبعاً يعني هو مضاد يعني الساحر الثلج، والآن شوفوا كيف الفرن، وشوفوا كيف اللعبة، شوفوا كيف القهر. ما ألعب ساحر بهذه التشكيلة وفجأة كله كله كذا. هياكل غيلان وبرمي الغيلان بعد، مقسم بالله شيء جنان، شيء جنان، شيء جنان. ومرايا بعد، لكن انت تخيل الوضع، انا عايش بس مع هذه الاسهم، اشوف اشوف يعني اي شيء، اي كذا، اي هباب مهبب يتحر يمشي بالساحه ارمي عليه اسهم. هذا لا كرة نار بعد، يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، شيء جدا مقسم بالله طفح، والله طفح. يعني هبال يقتل هذا التنين الصغير باستعمال ساحر الثلج، ويلا خذ لك ورطة الآن. شوف 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 الهبال، شوف الجنان، شوف الجنان، والله أقسم بالله الواحد ينجن. إيش فيه؟ مراية، هياكل، وبعدها هياكل ثانية، لا وبرمي الغينة بجهة ثانية. هذه يبيلها حتى لو تلعب ساحرين مع بعض ما صديتها. إيش فيه؟ خلاص جاب التعادل، جاب التعادل. يلا يلا شوف هذا تكتيكه طبعا، يحط ساحر الثلج على التنين الصغير، لأنه يعني عارف أن التنين الصغير هو بس الوحيد. يا الله مش الآن منطاد، لعب الفرن ويلا لعب التنين الصغير، الآن تورطت والله. إيش هي؟ شوف 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 الحركات، أقسم بالله شيء يقهر. نلعب الفرن، نضرب البرق، نضرب أي شيء على الأقل نستفيد من البرق. يعني شوفوا وين راح، وين راح هذا، وين راح هذا، وين راح هذا. انا ناقص، انا ناقص، انا ناقص، انا ناقص نكد. يا الله بس ايش ذي، ايش هذا، اقسم بالله. شوف شوف يوم جت هجمه بالاخير، قلت يلا، قلت يلا، والله شيء مو طبيعي، شيء مو طبيعي، شيء مو طبيعي. لعب الفرن، والحين لعب الفرن. شوف 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 صار يدافع الفرن، صار بس فرن، لا وفرن ثاني بعد، لا وبعد في كرة نار وفي سحر ثلج. كيف 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 يعني؟
يمكن إن شاء الله مع التحديث الجديد يكون تكون الحرب أفضل، الله أعلم. إلى اللقاء، السلام عليكم.